أصول الدين للسيد مهدي الصدر، حصلت على نسخة قديمة حقيقة، حصلت عليها صدفة في كتاب مكارم الأخلاق، حالة من حال أي كتاب آخر ينظر في رواياته، ينظر في ما ثبت منها فهو حجة، ما لم يثبت ليس حجة، طبعا بشرط أن يكون لا يكون مخالفا للقرآن. العمل بالقياس، هل توجد أوجه لجوازه؟ لا عزيزي، لا. القياس الذي يقول به أبو حنيفة لا يوجد وجه لاستعماله أساسا. نعم يوجد نوع من القياس يسمونه قياس الأولوية، هذا وارد حتى في القرآن الكريم. ما أعرف عن شنو جاي تتكلمون، ستتكلمون بيناتكم. عزيزي هاي الرواية أرسلها وأرسل السند مالتها مصدرها حتى على مود نشوفها صحيحة لو لا. نعم، قياس المنصوص العلة وقياس الأولوية، نعم هذا لا يعد قياسا، هذا لا يعد قناسا، لأنه هذا يدور مدار العلة، وقياس الأولوية هو قياس بالأولوية ليس قياسا، يعني ليس متكافئين كما يقال. ماكو مانع عزيزي أن نسمي الإنسان اسمه بأسماء مركبة، أسماء أولاده. نعم عزيزي، نعم ذكره السيد الصدر، أحسنت. نعم كل العلماء يذكرونه بعده وهو مأخوذ من آيات قرآنية. ما حكم الموسيقى الهادئة الكلاسيكية؟ إذا ما كانت توافق مجالس أهل الطرب فلا مشكلة فيها. كتب المياحي كلها تقريبا وصلتني، تقريبا كتاب التوبة، كتاب الفيض، كتاب العرفان، بعد شنو كتاب؟ كتاب التوبة والعرفان والفيض والرشحات كلها وصلت.